أنا جايلكوا النهاردة بأربع جمل ترجمة عن موضوع الوباء والفيروس اللي هو فيروس كورونا. أول جملة معانا بتقول: انتشر فيروس كورونا في العالم ومات الكثير بسببه. لو جينا نستعرض الكلمات فيروس كورونا، كورونا فيروس، العالم world، يموت died، ينتشر spread. عندما نريد أن نترجم من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية فإننا نبدأ بالمبتدأ أو بنبدأ بالفاعل أو بنبدأ بالاسم ثم الفعل. انتشر فيروس كورونا، يبقى الكورونا فيروس has spread في العالم، يعني في جميع أنحاء العالم. ترجمتها all over the world، الكثير يعني الكثير من الناس. A lot of people have died، ماتوا because of it، بسببه. الملحوظة اللي أنا بس عايزك تاخد بالك منها إن أنا استخدمت has و have زائد الباست بارتيسيبل مع الفعل. السبب إن إحنا عندنا لما بنيجي نعبر عن شيء في الماضي دون تحديد زمنه بنستخدم زمن المضارع التام. الجملة الثانية: علينا أن نتوخى الحذر حتى لا ينتشر الوباء. Be careful يعني يحذر، so that حتى وباء epidemic يسود prevail، ضروري أو حتمي necessary essential inevitable. علينا ممكن تتقال بطريقتين، الطريقة الأولانية يا إما أقول we must، الطريقة الثانية it is necessary for us to، it is necessary for us to أو it is essential for us to، it is inevitable for us to. يبقى علينا we must أن نتوخى الحذر be careful حتى so that. ونقف هنا لحظة وتفهم معايا الحتة دي، ان انا لما اجي استخدم كلمة so that بيجي وراها فاعل ثم would او could زائد التصريف الاول. وفي غالبية الاحيان ان بنستخدم could مع I و we وبقية الاسماء او الضمائر بنستخدم معاها would، وبالتالي لما انت تيجي تقول حتى لا ينتشر الوباء فاعل الجملة هنا الوباء the epidemic، هنستخدم نقول the epidemic wouldn't prevail. الجملة اللي معنا: فرضت الحكومات حالة الطوارئ بسبب الأحداث الجارية. في هذه الجملة مجموعة من الكلمات: government الحكومة، emergency الطوارئ، current events الأحداث الجارية، because of بسبب، impose يفرض. فرضت الحكومات، بنبدأ the government has imposed، واحنا قلنا السبب ان احنا بنستخدم has زائد الباست بارتيسيبل لما يكون الزمن غير محدد. the government has imposed حالة الطوارئ emergency بسبب because of الأحداث الجارية the current events. the government has imposed emergency because of current events. الجملة اللي معانا: على جميع الأفراد التحلي بالنظافة وأخذ الحيطة لمنع العدوى. طبعا احنا قلنا على اللي هي necessary أو essential أو inevitable، ممكن نستخدم we must. individuals الأفراد، hygiene النظافة، infection العدوى، prevent يمنع، ضروري necessary essential inevitable. حل الجملة: it is essential for all individuals to care about hygiene and be careful to prevent infection. it is essential for all individuals، من الضروري على جميع الأفراد، to care about أن يهتموا به
hygiene النظافة and be careful وأخذ الحيطة لمنع to prevent العدوى infection.